السلام عليكم. انا الام ديال الولد ديال هذا الولد هذا اللي تعدى عليه هذا السيد هذا، وبسبب ديالو راه مشى للحبس، راه هذا محكوم عليه في الحبس، وضربوا ديال الجولفازور على المستوى ديال الراس، دار عمليه ديال الجولف، دار عمليه جراحيه 37 غرزه في راسه، وبسبب داك الضربه تهرس ليه واحد العظيم، قاص ليه داك ديال النطق. المهم ولا دابا كيتمتم بحال عاهه مستديمه، دابا مابقاش كيتحكم في الكلام ديالو، ولا حتى في العالب ديالو كيهبطوا له داك الشيء، وعنده عمليه مراها، لان داك لي زاغراف دارون لي زاغراف في الراس، وراه عندنا تصاور، عندنا جميع الوثائق، درنا شكايات، وكل مره على الباركينغ. حتى هذا الراجل كيدعي بان راجل كبير وراه قدام الناس، كيجي كيغوت الالفاظ خايبه، هو مراته كتجي كدير كتقول له غنصيفطك للسجن دائما. اما بالنسبه للرجال الامن كدعيه بان ما كياخذوش بعين الاعتبار هذا الراجل هذا، الامن حنا كنمشيو له كيتسنطونا حنا وكيتسنطوا ليه هو، كيدير شكايات وشكايات كيديه، دائما شكايات كيديه، كون كيدير يومين ثلاث ايام كيدير شكايه كيديه. المهم حنا رجال الامن شينا تسنطنا دفعنا قبل من هذه الضربه، هذا الشيء راه دابا في 2018، وعندي الوثائق وعندي كل شيء، المعلومات كامله، الوثائق تصور بكل شيء. هذا السيد هذا كيمشيو للرجال عند رجال الامن، كيتسنطوا ليهم، كيصيفطوا عند السيد وكيل الملك، كيدوزوا عند السيد القاضي، كيتحكم بربعه المرات براءه، كيدير ويشيت كيديبه وكيكذب قدام القضاء، كيكذب كيبقى يدخل ويخرج في الهضره. المهم ما علينا شيء، جا واحد النهار ولدو تيتربص ليه، دار له التليفون حيد هو باه، عيط لواحد السيد قال له قول لهذاك صاحبك ما يجيش، راه ولدي طالع ليه هو وصحابه. المهم قالها له، ولدي خرج من الدار، هاد الدار هي هادي اللي هنا حيت ساكن هو هنا، خرج لتما، جا داير مع ولدو، حيت دار ليه التليفون اللي فيه داك التسجيلات، الولد عيط ليه قال لي بان راه غيتلقى لك ولدو ومعاه صحابه، قول لي ما يجيش. المهم الخميس جا دار ليه التليفون، راه كاين كاميرا، كاين فيديو، كاين. ونهار الجمعه نهار السبت جا قدام باه جالس، هو داز هكا جالس، هو خصنا تياكل، وعندنا الدلائل، عندنا كل شيء. داز هذا ضربوا داك العصيه ديال الجولف، طاح الارض، جات لومبيلونس، جاو البوليس، تبعوا البوليس للسبيطار، دار عمليه جراحيه، جلس في السبيطار شي دي جور هكاك، هو في السبيطار، خرج دابا ما عندوش النطق، ما كينطقش، وراسو كيعدى بالحريق، وعنده عمليه اخرى. وهذا السيد دابا خرج في التصريح، وجا السيد الصحفي بلا ما يعرف، بلا ما يدير حق الرد، جا كيقول هذاك الصعصع، هذاك الوحش الادمي، ان با لو دغوا باش يقول بحال هكاك. انت صحفي خصك تشوف الطرف الاخر، عاد تخرج، وحنا شوهنا، وحنا عائله، حنا ناس موظفين، حنا ما قدرناش نخرجوا، ولكن ما بغيناش هذا الشيء هذا كيدير على العداله، كيطلع على العداله. حنا العداله دايره خدمتها، والبوليس دايرين خدمتهم، واقفين، ما يمكنش الانسان واحد مضروب ومظلوم وبغيتو نتوما كتقولوا له شدوا هذيك المرأة، داك السيد كتقول لهم غنشدك غتمشي للحبس، وكيتهجم على راجل، على هذا الراجل اللي كيضربوا يوميا، كتقول هي كيضربوا يوميا، هو راجل كبير ما غاتجي ما غيفوش شي ضربه يقتلو، راه ما يمكنش، هما الشهود، وما دارش داك الشيء في ارض الواقع، علاش مشى حتى للمدينه عاد كيدير داك الشيء؟ يجي لارض الواقع ويشوف فين كاين حتى كشوف تيفي كانوا يديروا في ارض الواقع. ملي اتهموه قال لك قالت ليه المراه حق، قالت له المراه حقه، راه قالوا لنا راه مجرم خطير، وهو بان الناس بقاو في لي كومونتير قالوا شي عباد الله سمع داك الشيء، وكل شيء تشوهنا، وكل شيء الناس في لي كومونتير كيحكموا بلا ما يشوفوا، وهو نورمالمون خصو يدير رد، يشوف الطرف الاخر، عادي يطلق لايف وعادي يدير، حنا شوهنا، وحنا غنشوفوا ندير متابعه لذاك الناس اللي تيقول لك هذا بان في الحبس، ندوز الحبس البرهوش، ندوز الحبس، هو عمرو ما عرف حتى شي هذا، الكوميساريه بسببه هو، عمر الولد ما وصل للكوميساريه ولا هذا، وهما الناس دابا كيديروا الاضلال على دارو، وباغي الناس يديروا معاهم كوم باش يطلب، باش الناس يتعاطفوا معاه، وديجا الناس في اللايفات هذا كيهضروا، ما كاين، وهذيك السيده هذيك راه دائما كتجي لهنا، وانتم غتشوفوا مع الناس، وراه كل دائما يوميا، وهي اللي سبب الصداع، هي سبب المشاكل وسبب الصداع. هادشي اللي غنقول لك انا، هادشي اللي هذا، وهذاك السيد راه ديما المعيار، ديما السبان، وديما تيقول له سير قلب على بات ولادك، لان هاد السيد كون كان خطير كما كيقولوا هما، غادي يتهمو يقول له سير شوف بات ولادك فينا هما، راه غادي يقتلو. ما يمكنش الانسان كيجي عنده كيقول له سير قلب على ولادك، باهم فينا هو. يعني السيد اللي عنده
المشاكل مع ولدك هو اللي كيجبدو. لا دابا باه دابا هذا اللي كيقول هذا الهضره، باه اللي جاب المشاكل امه، الولد حرشوه جانيشا ضربو. بات الدري اللي دار مع ولدك. اه بات الدري اللي دار مع ولدي اللي حاليا دابا راه كاين. شنو السبب ديال هاد المخاصمه كامله؟ على الباركينغ والناس بغى يحيدوا من هنا، قالت لك هو يحيد من هنا ويجيب ولده، ولده كيسرق عنده خمسه ديال الصوابق، عنده وحده ديال الوصول، عنده على الضرب والجرح وعنده على السرقه، والدليل هذاك الشيء سرق ولدي نجات واحد الطوموبيله ديال السفاره ولهنايا جا كيدور بها، علاش غيبدا النوب الاولى؟ حنا راه من 2017 وقيله من 2017 جا قال له حيد لي من هنايا ما تدورش لي هنايا، حنا الحومه ديالي والناس مكلفين والناس راه عنده سنه تنور كل شيء بوثائق وكل شيء. بدا جا ضربو بعدا يديه هنايا يلاه كيصوني في الباب، جا لي تربص لي مال هذا راه السيده اللي تما راه كتشوف هي اللي قالت لي عندك 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 انت ضربو هنا ما مشاش كابيه حيت ولدي انا ما كيبغيش كاع داك المشاكل ما كيبغيهاش، ضربو لي يديه ومن بعد مره اخرى جا لهنا كيقول كيتربص هنايا يعني قال لي كيتهجم عليه كيتهجم عليه وما ساكنش هنا وما كاينش هنايا ما ساكنش هنا يعني ماشي ولد التقدم لا ماشي ولد التقدم من عين حلوف ولا ما عرف من تمايا ماشي لا هذا ولا الاخر ما كاينش. المهم من بعد من بعد كانوا لا من بعد نسيبو وانا نوريك الوثائق ونوريك الالتزامات الالتزام اللي دار. من بعد نسيبو جا عنده واحد الصباح وكاين قدام هذا السيد راه القهوه ها هي فين كاينه جا عنده عند زيبو وجا شاف ولدي ولدي كان عاطيه بالظهر جا نزل عليه بالجنويه هكا غير مسطحه هكا وضربوا في يديه راه الضربه هكا نقى يديه هكا على وجهه ضربوه هنايا قدام الناس هادشي تنقول لك انا قدام عباد الله ماشي غنتخبى تمشي تخبى ليا وتبقى تقول لي بغات. المهم من بعد منها مشينا دعينا درنا شكايه كاين فيديو ها هو عندي حاليا دابا الكورس عندي والفيديو ديناه مشينا درنا الشكايه دزنا داز عند السيد وكيل الملك. من بعد جاو كيطلبوا راه الناس كلشي كيشوفون الدنيا كانت عامره عافاك عنده الوليدات الوليد صغير كيطلب فيه هذا بقى فيه هذا اللي كيقول لك هما الوحش كيطلب فيه الوليد بقى فيه قال لك انا غنسمح ليه صافي غنسمح ليه عندي الوليدات غنسمح ليه وسمح ليه ودار التزام راه سمح ليه يعني اللي قالوا عليه صحصح هو طلع هو الضحيه هو الضحيه راه مشى قدام وكيل الملك هادشي كلشي تنقول السيد وكيل الملك مشى قدامه ومشاو للكوميساري قال له السيد لا ما سمح ليكش راك مشيتي فيها ومشى لقدام الوكيل الملك وقال لهم بانه داروا التزام في المقاطعه هو ومراته لان مراته كانت تهجم علينا حتى لهنا حتى هي بنت هذا السيد هذا هالكارديان بنته حتى هي حتى هي دارت التزام وراجلها دار التزام هما التزامات غنوريهم كذا بتشوفيهم بعينك. وهذا السيد دابا اللي كيتهموه هو صعصع هو وحش ادمي هو عمره ما ضرب كون كان هو وحش ادمي راه ما غيخليش الضربه تجي ليه في راسه يعني رغم كل ذاك الضرب وذاك الجرح اللي وسمح ليه في الراس اسمح ليه ها هما نوريك التزامات دابا غنجبدهم تشوفيهم بعينك التزام بان ما يوصلوش ليه ما يعاودش يوصلوا له. شنو تقولي لهاد الناس اللي الله ياخذ فيهم الحق حسبي الله ونعم الوكيل حنا ماشي ديال داك الشيء وماشي ديال هذا حنا ناس موظفين واعيين هذا ما هو الوعي ما كاينش وجد هذه المره كتدعي بان هي كتبكي دموع التماسيح انا ما نقدرش ندير انا كنهضر انا ولدي مضروب وهذا ونهضر بصراحه ما غنبقاش ندير هذاك الدموع باش تعاطفوا مع الناس انا لا ما يتعاطفوش بغيت الحق يبان هذا الشيء اللي بغيت انا ما يبقاش يتعاطفوا معايا عباد الله لا نتوما بغيتي تطاو داير الرابوز هنا هو كيجري كون جيتو دابا الشتويه كون لقيتو كيجري قسما بالله كيمشي ويجي كيمشي ويجي هو حتى تيستغل داك لاج ديالو وهو داك الشيء اللي كيدير لا حول ولا قوه الا بالله الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيهم الحق. الحاله النفسيه ديال ولدك مدمره ولدي ولدي مدمره ما كيهضرش دابا ما كيدويش انت كتشوفي تعالته ما كاينش وما كيحبسش دابا داك الريق ديالو ما كيحبسهاش وباقى عنده هاعه مستديمه كاينه دابا وحاليا راه باقي مع الطبيبه وباقي مع داك لوغتوفونيست كي باش الترويض ديالو غير مستقره وغير مستقره حاليا لان عنده عمليه اخرى عنده عمليه اخرى. الطبيبه ديك النهار قالت ليه سير راه داك الشيء تعطل ليه داك الغراز بقوت ما تضرب مزيان وراسو كيحرقو باقي الان راسو كيحرقو وما تينعش بالدواء وداك الشيء وما كينعش ودابا حاليا راه قالت لي الطبيبه سير راه عندك عمليه اخرى داك الشيء بقى لك مصدى لك هنا دخل لك انا غندير نكرطوا لك داك الشيء وهذا الشيء كلشي هو قالت لك ولدها مظلوم ولدها ذو سوابق عدليه هذه الا لقاو عنده شي سابقه سنتيمتر على اه الا لقاو عنده شي اللي ما يموت اه لقاو عنده شي سابقه ولا لقاو عنده شي حاجه راه كاين كلشي كاينين ها هما الوثائق تشوفهم كاملين الشواهد الطبيه كلشي وشكرا.